السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يتجدد لقائنا مع حضراتكم النهاردة في برنامجكم أزمة أخلاق على شاشة الصحة والجمال. النهاردة بنتكلم عن حاجة في غاية الأهمية، نتكلم عن موضوع هجره غالبية المسلمين، نتكلم عن لماذا تم هجر القرآن، لماذا هجرنا القرآن، لماذا ابتعدنا عن قرآن رب العالمين، ايه اللي اشغلنا عن القرآن، ايه اللي كان مهم فمن ثم شغلنا عن القرآن واخذنا من القرآن. موضوع في غاية الأهمية، موضوع شيق، وكمان في حاجة معانا موهبة من مواهب المسلمين في مصر، ان شاء الله هنتشرف بيها وهنسمعها وهي بتقرأ. كونوا معانا وشاهدوا الحلقة وتابعوا معانا، إن شاء الله تعجبكم الحلقة. خلوني الأول أرحب بفضيلة الشيخ أيمن المصري. مولانا إزاي الحال؟ حبيبي يا شيخ أحمد، صباح الخير على حضرتك. وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. الله يكرمك يا رب. الشيخ الموهبة الشيخ مؤمن محمد، إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديم صحتك يا رب. شيخ أيمن، عايزين نتكلم عن ليه سيبنا القرآن؟ ليه بعدنا عن القرآن؟ وإيه هي أهمية القرآن بالنسبة للمسلمين على وجه العموم وبالنسبة لكل مسلم على وجه خاص؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الهدى، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الحب، الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا العلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا بأكملها الخلق، صلى الله عليه وسلم. القرآن وأهميته لكل مسلم سؤال جميل وبيطرح نفسه. طبعا قبل ما نتوغل في لماذا هجرنا القرآن، ايه هو القرآن؟ اولا القرآن هو كلام الله، الله المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم، وهو منهج أو منهاج العبد المسلم. الله، يعني نقول بمثابة الكتالوج. هو ده الكتالوج بتاع الآلة أو الإنسان المسلم. إن اتبع القرآن اهتدى وفاز وأصبح من المتقين. الله، وإن لم خسر الدنيا والآخرة. وإن شاء الله هنوضح فأهمية القرآن. انت كمسلم كل يوم بتصلي اقل شيء في الفروض 17 ركعه، ده اللي هو الفروض غير النوافل. اقل مسلم الفروض بس 17 ركعه. طيب كل ركعه بتقرا فيها بفاتحه الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يعني 17 مرة بنقرأ الفاتحة يوميا. اسمع بقى الصيغة. انت بتحمد الاول الحمد والثناء على الله. تمام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى انت كل يوم 17 مرة تطلب من ربنا اللي هو ايه؟ الهداية. الهداية يهديك ايه؟ الى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده اول آية اهو. طب الهداية القرآن ماله وللهداية؟ خش بقى في الصفحة اللي بعديها في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه أي هدى. لا شك فيه، فيه هدى لمن؟ للمتقين. يبقى ده اللي عايز يكون من المتقين، يبقى القرآن هو اللي ايه؟ هو السبيل، هو الهدى وهو الله. السبيل هدى للمتقين. الله، اللي عايز يحقق التقوى عليه اللي عايز يكون من المتقين في القرآن اهو. شوف أول آية بعد ما ربنا قال ألف لام ميم الحروف المتقطعة، ذلك الكتاب لا ريب فيه والشك. أي لا شك فيه. الله. شوف أول يا أخي سبحان الله، أول آية فيه هدى، هدى للمتقين. الله. هو ده. شوف أنت كلهم تسألوا الهداية، والهداية هتبتدي منين؟ من إيدك في المصحف. الله يفتح عليك. الله. فالقرآن هو منهج حياتنا. نعم. هو منهج حياة كل المسلمين، به تكون من السعداء. وإن لم أو هجرته فتكن من الأشقياء. فالقرآن أهميته كبيرة جدا. عايز تحقق التقوى؟ القرآن. القرآن. الله. والتقوى طبعا احنا عارفين التقوى هي
الوقاية من عذاب الله بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. طيب أنا هعرف أوامر منين ونواهي منين إلا من القرآن؟ الله يفتح عليه. هو القرآن ده منهج حياتي. لو أنا عايز ربنا يكرمني وأكون من الطائعين من أهل الصالحين من أهله وخاصته يبقى لازم أتبع القرآن. ما هو النبي مولانا قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، بعدين قال إيه؟ كتاب الله وسنتي. هم الاثنين دول من غيرهم اللي الإنسان في شقاء ضاع ضاع وخسر الدنيا والآخرة. الله. يعني مش شريت الدنيا فقط، لا والآخرة، وهنبين إن شاء الله إزاي هيخسر الدنيا والآخرة إن شاء الله. معانا في الحلقة طويلة بإذن الله الشيخ مؤمن، إزاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله رب العالمين. موهبة جديدة، عايزين نتعرف على حضرتك أكتر. في الحقيقة أنا مؤمن محمد عبد الله، طالب في معهد القراءات. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني وختمت القرآن الكريم على إيد الشيخ محمد طه مهنا والشيخ خالد أبو الحميد وشيخنا الشيخ هاشم الجرداوي والأستاذ محمد حسين، والحمد لله رب العالمين نصحوني بعد كده. يعني أنا حضرتك قرأت قرآن على أكتر من شيخ. تمام، ممتاز. أنا عايز أوجه بس للسادة المشاهدين أن القرآن يجب أن يؤخذ على يد شيخ عن شيخ، ويجب أن يقرأ على أكثر من شيخ علشان يتم توطيد وحفظ القرآن كما ينبغي، وعلشان كل ما بتقرأ على شيخ بيديك نصائح أكثر. معاك يا شيخ. بس فالحقيقة نصحوني أن أنا أتقدم يعني لمعهد القراءات، والحمد لله رب العالمين قدمت ونجحت في امتحان القبول التحريري والشفوي، ولحد ما وصلت لعلي قراءات بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. درست حاجة تاني مع القرآن؟ في الحقيقة لما جينا دخلنا المعهد درسنا قرآن وفقه وحديث ونحو وصرف والعلوم الشرعية يعني. تمام، يعني أخذت علوم الآلة المتعلقة بالقرآن. طبعا، وهو ما ينفعش قرآن من غير السنة، وما ينفعش السنة من غير قرآن. صح، وعشان تحفظ القرآن وتفهم معانيه وتفهم معاني السنة يجب أن يكون معك أدوات اللغة اللي هي معاك النحو والصرف والبلاغة وعلوم اللغة اللي هي علوم الآلة اللي تؤهلك إنك تحفظ القرآن وتفهم معانيه، لأن المقصود من القرآن فهم المعاني مش حفظ الآيات. المقصود في البداية إنك تفهم المعاني علشان تطبق المعنى مش علشان تحفظ وبس. صح كده يا شيخ؟ طبعا، لأن ده طبعا لما درسنا الحاجات دي عرفنا إن هناك فرق بين المتدين وطالب العلم. الله. والمحدث والفقيه. تمام، في فرق كبير. طب ممكن نعرف الفرق بين كل منهم؟ هناك فرق بين المتدين وطالب العلم والمحدث والفقيه، الذي يعلم متى يستخدم يده ومتى يستخدم لسانه ومتى يستخدم عقله. بمعنى أدق، دخل رجل على ابن عباس رضي الله عنه وقال له هل القاتل من توبة؟ فنظر إليه ثم قال نعم. فجاء آخر قال هل هناك توبة للقاتل؟ فنظر إليه قال لا. فلما سئل عن ذلك، السؤال واحد وتعددت الإجابة. نعم. فلما سئل عن ذلك قال أما الأول إنما رأيت عليه علامات الندم فعلمت أنه قد قتل. عايز يتوب. عايز يتوب، ما ينفعش أقف قصاده. اما الثاني فلقد رايت عليه علامات الغضب، عايز ينتقم. هو رايت عليه علامات الغضب فانه لم يقتل بعد، ولكنه اراد ان يقتل برخصه ابن عباس. هو ده الفقيه. هو ده بقى الفرق. هو ده اللي فاهم، هو ده الفقيه. طبعا، يعرف يعلم متى يستخدم يده ومتى يستخدم لسانه ومتى يستخدم عقله، ولا يتاتى له ذلك الا عندما يدرس. متى يكون الحلال حلالا ومتى يكون الحلال حراما. الله. ومتى يكون الحرام حراما ومتى يكون الحرام حلالا. نعم، الله، فتح الله عليك. طب عايزين نعرف يعني ايه فقه. الفقه لغه هو الفهم، وقيل دقه الفهم. الفهم، الفهم المطلق عن مين؟ عن الله ورسوله. الله. اما شرعا واصطلاحا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الله. المهم عندنا من هو الفقيه؟
كتير من الناس اليوم يعني نسأل الله العفو والعافية يستدلوا بآيات وبيفتوا، لكن شوف الفقيه هو من يستطيع استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. الله، ده الأصول بقى. بيوضح وبيقول إيه؟ ألا إن الفقيه حق الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله، الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ده الفقيه. الله، بيبين أيضا بمعنى أدق يقول لا خير في عبادة لا علم فيها، الله، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. الله. ويقول الإمام سفيان الثوري كل تدين لا يبنى على علم فهو على شفا هلكة. كل فكر لا يبنى على كل تدين لا يبنى على فكر وعلم لا فهو إلى شفا هلكة. ويقول أيضا يفهمنا إن لازم نحفظ القرآن عن فهم وتدبر. ولذلك كان سيدنا عمر والمشايخ يصححوا لي، كان سيدنا عمر بن الخطاب حفظ القرآن في فترة متعددة، لأنه كان بيحفظ في كل يوم آية، آية واحدة، لأنه مش بيحفظ المصطلحات، مش بيحفظ الكلمات، لكنه بيطبق المعاني. يعني فسفيان الثوري بيقول أيضا، يقول لك كل تدين لا يبنى على فقه وفهما لمقاصد الشريعة فهو إلى الضلال أقرب. بمعنى أدق نضرب مثال بسيط، في ناس دلوقتي بينكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبيستدلوا بآيات من القرآن، شر البلية ما يضحك، وبينكروا التوبة، يعني شوفوا بينكروا التوبة وبينكروا أيضا الشفاعة. أما التوبة فنرد عليهم ونقول إن الله عز وجل حينما خلق باب التوبة لم يعطي مفتاحه لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا؟ لأنه الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، أما نحن فنستعجل. الله. الكريم الذي يعطي بلا حساب ولا ينتظر الرد. الله. سبحانه وتعالى. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شيء واحد، أن الله عز وجل خلق جهنم ولكنه يحب أن يرحم. الله، ترهيب بس. سبحانه وتعالى خلق جهنم ولكنه يحب أن يرحم. فدليل أيضا تاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال الملك. صاحب الشمال الملك لا يرفع القلم 6 ساعات عن المسلم المخطئ، عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله سبحانه وتعالى ألقاها. الله. وإلا كانت واحدة. سبحان الله. هنرجع تاني لحضرتك يا مولانا، خلينا نروح للشيخ أيمن. الحانة سعيد جدا والله بالحلقة، يعني ربنا يبارك وربنا يحفظكم المشايخ بتوعنا النهاردة، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. عايزين نعرف يا مولانا، هل احنا فعلا هجرنا القرآن ولا ديت مجرد إشاعات احنا عمالين نطلقها نقول نرمي بلانا على اننا هجرنا القرآن؟ والله يا شيخ أحمد احنا ما تعبنا ولا كثر البلاء والوباء إلا ببعدنا عن كتاب رب الأرض والسماء. الله. والله كل السعادة كل الحياة الجميلة المطمئنة إلا مع القرآن. مع القرآن. إحنا دلوقتي عندنا أزمة حقيقية في هجر القرآن. بالقرآن 5 أنواع من الهجر. وكله خلي باله عشان نتعلم ونشوف علماءنا علمونا ازاي وحطوا انواع لهجر القرآن. اول هجر هجر التلاوة. اني دلوقتي كل واحد يسأل نفسه انا عامل لنفسي كم ورد في اليوم؟ عامل لنفسي ورد ايه؟ بتقرأ قد ايه في اليوم؟ طب والله دلوقتي في ناس وهي سامعة دلوقتي بص كده على المصحف اللي انت حطه في النيش او على في المكتبة اللي ما لقيتش عليه تراب بيحطوا ديكور. ايه؟ بيحطوا ديكور. شوف دلوقتي بقى السائق يحطه على في السياره او اي واحد عنده سياره يقول لك انا طب حطه ليه؟ تعالى تراب. اصله بيحفظ السياره. تلاقي في النيش محطوط في العلبه القطيفه بتاعته ها؟ ما بيتفتحش الا من عام للعام في رمضان فقط. فاول هجر عندنا هجر التلاوه. امال انت لو ما قراتش قرانك امال انت هتتعلم منين؟
هتعرف من احكامك واحكام هتتعلم دينك الشريعة ازاي وتعرف ازاي هو ده دستور الدين بتاعك. الله يفتح عليك، هو ده المنهج بتاعك، هو ده القران اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يبقى هدايا لكل المسلمين وهدايا لكل من اراد الله. اول هجر هجر التلاوه. كل واحد بقى يسال نفسه كده، انا بقرا قد ايه في اليوم؟ هتقول لي بقى اصل شغلي، اصل مش فاضي، اصل الدروس يا مولانا، اصل انا شغال بطلع من درس لدرس. انا مش عايزك تحكم القران على ظروفك صح، او تحكم ظروفك على القران، لا حكم القران على ظروفك صح. انا مش هقول اصل انا ظروفي، لا ده انا احط القران ده حاجه واجبه في حياتي، حاجه فرض. مش هقول اصل ما عنديش وقت، لا ده انا اقول للقران انا هفضلك وقت. وانا اسف يا شيخ، ما فيش حد ما عندوش وقت دلوقتي، يعني انت اكيد اللي بيقولك ما عنديش وقت ده بيفتح التليفون، يفتح النت، يفتح الفيس، يفتح. ده احنا بفضل الله في عصر افتتاحيه مش قادر تشيل المصحف. والله في برنامج بيتحط في التليفون عشان ما يبقاش ليك حجه. اصلي ما وانت رايح الدرس قاعد في المواصله اسمع اقرا، وانت قاعد من الصلاه من الاذان والاقامه اقرا، في رايح مشوار اقعد اقرا. لازما اكيف نفسي وحياتي ان القران ده يبقى جزء مهم من حياتي، لان انا من غيره هضيع. القران ده يا جماعه مش نازل الحاجه كده للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا لا، هدى للمتقين. كل واحد عايز يحقق التقوى فهو ده طريق هدايتك القران. يبقى هجر التلاوه، وثم الهجر التدبر. هجر التدبر ودي بقى اللي الشيخ مؤمن اتكلم عنها. ممكن واحد بيقرا قران بس ما مش متدبر معنى الايات، ولا فاهم معنى القران، ولا يعرف حاجه بالتفسير. ممكن تعدي عليه ايات كثيره، والذاريات ذروه، وما يعرفش يعني ايه فالحاملات، ويقرا مش فاهم، هو مش متدبر، هو بيقرا. وخلي بالك قراءه من غير تدبر ملهاش لازمه، انت مش هتحس القلب ده لازم. يا مولانا الله يفتح عليك، يا مولانا انت بتقرا الجورنال وبتتدبر، بيبقى ما بالك بالقران في يعني الاخبار، واللي بيقرا في الحوادث، واللي بيخش على جوجل عشان يشوف اخر الاخبار. ده قرانك، ده اللي انت خلقت من اجله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والعباده هي التوحيد. ومن غير قران انت مش هتعرف تحقق، مش هتتعلم. هجر التلاوه، هجر التدبر، ثم هجر الحفظ. الله، في ناس كتير ما بتحفظش. يا اخي على قدر استطاعتك، احنا ما عندناش في ديننا لا يكلف الله نفسا الا وسعها صح. زي ما حضرتك قلت كده، كان بعض السلف الصالح بيحفظ ايه في اليوم، بس المهم بيحفظها تمام بتدبرها، بيعرف معانيها. يا اخي احفظ ايه كل اسبوع، بس لازم يبقى لك نصيب من حفظ القران. احفظ يعني، انا كنت في الدراسه كان في بعض الطلبه بتشتكي من سوء الحفظ، وفي دخل لنا دكتور كده في يوم كان شديد كده وغليظ، بقى يطرد اللي ما يحفظش او اللي معاه حافظ مثلا نص ونص. ففي طلبه كتير، كان في معهد القراءات ايضا، فطلبه كتير زعلت هو هتسيب المعهد وتمشي. فدخل لنا دكتور تاني، لقى في بينا كده خلاف وعمالين نتكلم واحنا نهدف ناس وناس زعلانه. فالدكتور الله يبارك له، الله يرحمه الان وتوفى، نسال الله له الرحمه. يعني الرحمه، الله يرحمه، امين يا رب. فالدكتور كان اسمه اسماعيل، قال ايه؟ قال للطلبه يا جماعه ما تشدوش على نفسكم، معلش هو بس خايف عليكم، لكن انا هقول لكم على حاجه. انت داخل المعهد ده 4 سنين، لو طلعت حافظ منه نصف القران انت مستفدت، انجاز. لو انت قعدت في البيت هتحفظهم؟ قلنا له لا، ده الناس اللي هي عندها احباط، زعلت من طريقه الشيخ ان هو خايف عليهم، هو خايف علينا عايزنا نحفظ. قال طب انت لو طلعت من المعهد حفظت ربع القران استفدت ولا لا؟ استفدت. انت لو قاعد في البيت هتحفظ ربع القران؟ فقال لك اوعى الشيطان الشيطان مش عايزك تكمل، اوعى، ده انت لو طلعت حافظ من هنا حتى 5 اجزاء فانت المستفاد. صح، ففعلا كانت نصيحه غاليه يا جماعه. كل واحد على قدر استطاعته يحفظ، هو بس خايف عليكم الشيخ فلان او الدكتور فلان. فهو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نحفظ ونجعل لنفسنا نصيبنا الحفظ. يبقى هجر التلاوه، هجر التدبر، هجر الحفظ، هجر رابع حاجه بقى هجر العمل به. الله، اي بالقران. في ناس كتير بتقرا وصوتها جميل وعارفه التفسير بس ما بيعملش بالقران. نسال الله العافيه. ما بيطبقش هذه مصيبه.
لا إله إلا الله. تبقى تلاقي مثلا والله العظيم أنا بشوف وده عقابه أشد يعني، هذا بقى عند الله. بس طبعا لازم شوف الستين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، القرآن أو كان قرآنا يمشي على الأرض. هو ده، ما هو القرآن لو ما أثرش فيا وما ظهرش عليا في أخلاقي يبقى لازمته إيه؟ فين؟ يبقى أنا كده بقرأ وخلاص. ففي كتير ناس كتير حافظة، ناس كتير ده يا مولانا كان بيأثر على الكفرة جدا، ده كانوا سجدوا مع الناس سجدوا لله من تأثير القرآن، من حلاوة القرآن، وهم كفرة. ما بالونا احنا المسلمين اللي بنقول لا إله إلا الله ما بيأثرش فينا، ما بينفش واحد بيعيط. سيدنا أبو بكر اللي كان لا يسمع قوله من شدة بكائه، سيدنا عمر اللي كان بيقول له إنسان اتق الله يا عمر فكان يتخض ويبكي، والمعروف بالشدة والقوة. أمال إحنا ليه كده؟ إحنا مش مسلمين؟ لا. الكفرة اللي سجدوا لله إحنا مش قد الكفرة؟ يعني دي طامة كبرى والله. المفروض نسأل نفسنا، هو الكفرة دول كانوا عندهم رحمة أكتر منا؟ بيفهموا أكتر منا؟ قريبين من ربنا أكتر منا؟ سجدوا لله من تأثير القرآن، إحنا ليه ما بنسجدش لله من تأثير القرآن؟ ليه ما بنتأثرش بالقرآن؟ مشكلة طامة. ودي بقى من ضمن اللي احنا بنقول عليها اهم كل، هي دايره مكمله بعض. يا شيخ احمد انت قرات القران او بتقرا بالتلاوه، عندك تدبر، بتحفظ، نسيت ركن اللي هو ان انا مش عارف اطبق القران في حياتي، او فهمه غلط، او ما درستش على ايد شيخ. دي مصيبه يعني. بعض اصحابي زمان الاقيه بيقرا صوته جميل، اقول له يا عم انت عندك اخطاء كتير ظبط كده، يقول لي لا لا انا طب انت بتتعلم ازاي؟ قال لي انا بسمع من الشيوخ كده يعني في الشرايط او ويردد. طب انت هو ده حفظ؟ هو ده كده ببغاء. وانت ده فين احكام التلاوه وفين احكام التجويد؟ فاللي هياخد عن السمع ده مش لازم تقعد عليه شيخ ويسمع لك وشيخ واثنين وثلاثه عشان تاخد المعلومه الكافيه. ثم هاجر العمل بالقرآن. أنا عرفت واتعلمت وعندي بقيت أقرأ بالتفسير عن طريق شيوخ. أهم حاجة بقى القرآن يكون لي عليا تأثير في أخلاقي. يبقى أنا إزاي حافظ القرآن؟ إزاي أنا راجل بقرأ قرآن؟ إزاي أنا ما شاء الله طول النهار عمال أتغنى بالقرآن وأنا ما بعملش بيه؟ الدين المعاملة. أهو ده هجر رابع. الدين المعاملة. الدين المعاملة. آخر هجر، هجر التحاكم إليه. دلوقتي بقى تبص تلاقي في أي مناطق يحصل مشكلة، يلا نعمل قعدة عرفي. بعاد كل البعد إن هم يتحكموا إلى كتاب الله. بقى كله بالهوى وبالعرف زي ما بيقولوا، مع إن في عرف بيبقى سليم يعني موافق للسنة أو للسنة أو القرآن والسنة، وفي عرف بقى اللي هو يعني يلا بقى كده تبص تلاقي واحد أساسا ما يعرفش حاجة عن القرآن بس عشان معاه فلوس ولا كبير منطقة ولا كبير عيلة هو ده اللي هيحكم. هيحكم ايه؟ هيحكم ايه يا جماعه؟ الجا لرجل الدين، الرجل اللي حافظ القران وفاهم، ده اللي يقعد يحكم، هو اللي يحكم عشان يحكم فينا شرعه. لازم ان القران ده يبقى منهج حياتنا. فهي دايره متكامله. عايزين ربنا يكرمنا نحب القران. القران ده هو اللي هينور لك قبرك، هو اللي هينور لك صراطك. شوف انت بقى عايز قبرك يبقى منور، عايز الصراط يبقى نور وتجري كده كالبرق او كالريح، ولا انت عايز بقى تفضل تسحف ولغايه ما توصل للجنه؟ مشكله كبرى. شيخ ايمن، عايزين نعرف الاول ايه علاقه بعد اذنك يا شيخ احمد؟ اتفضل يا مولانا. احنا عايزين نسمع الشيخ مؤمن صوته، وسمعنا ان هو بيقلد شيوخ. خلينا مش عايزين يحرمنا. نكمل بس الموضوع ده الاول. احنا كنا بنتكلم على موضوع الجماعة اللي بينكروا الشفاعة وبينكروا التوبة. خلاص، فبنقول للناس اللي هي على معصية لا تقنطوا من رحمة الله. مهما كان الذنب كبير، مهما كان شديد، مهما كان ثقيل، ابدا محدش يحجزك ابدا عن ربنا سبحانه وتعالى، دي انها من الامور اللي اختصها سبحانه وتعالى لنفسه. اسمع منادي الله ينادي، الا قد طال شوق الابرار الى لقائي واني اشد شوقا له. الله. ألا من طلبني وجدني ومن طلب غيري. لا إله. نسأل الله العفو والعافية. من ذا الذي أقبل علي وما قبلته؟
من ذا الذي طرق بابي وما فتحته؟ من ذا الذي سألني وما أعطيته؟ من ذا الذي دعاني وما أجبته؟ من ذا الذي توكل علي وما كفيته؟ أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي، لا أقلطهم أبدا بالرحمة. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضايا أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن آوى إلي آويت، ومن صفى معي صافيت، ومن توكل علي كفيت، ومن باع نفسه مني اشتريته، وجعلت الثمن جنتي ورضايا. فأين المقبلين إلى الله؟ أوحى الله لداود: يا داود، لو يعلم المدبرين عني انتظاري لهم ورفقي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، يا داود، لو يعلم المدبرين عني رفقي إليهم وانتظاري لهم لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين إلي؟ فكيف بقربي وهو القريب؟ ربنا بيقول للبعيد حينما يقول يا رب، يقول له لبيك 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 عبدي. يلبي الله للعاصي 3 مرات، ويلبي الله للطائع مرة واحدة. يلبي للطائع مرة واحدة لأنه أصلا مع ربنا سبحانه وتعالى، ويلبي للعاصي 3 مرات لأنه بعيد، يقول له أقبل، لأن صاحب العمل بيتكل وبيعتمد على عمله. أما العاصي فبيعتمد على مين؟ على رب العالمين، على الله سبحانه وتعالى. أما الشق الأخير فهو بالنسبة لجماعة اللي بينكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول لهم إن الذي وضع اسم محمد بجوار اسمه في الدنيا ورفع شأنه لا يرفع شأنه يوم القيامة، ويقول له سل تعطى واشفع تشفع. فإذا كان الله عز وجل قد أجر الصحراء عيونا لنوح، فلقد نبع الماء من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل الجبال تسبح مع داود، فلقد سبح الحصى في يد المصطفى. وإذا كان الله عز وجل قد نجى نوح بسفينة عظيمة، فلقد نجى محمدا وصحبه بخيوط العنكبوت. وإذا كان الله عز وجل قد شق البحر لموسى في الأرض، فلقد انشق البدر في السماء من نور محمد. احنا عايزين بقى نسمع من حضرتك حاجة كده، صوت جميل. اتفضل معاك المايك، اتفضل لك. يبتدي الأول نقلد بعض مشايخنا. ما فيش قارئ بيبتدي حياته إلا بيقلد بعض المشايخ، بس ده ما يمنعش إن لازم كل واحد منا يكون له نظرة خاصة يعرف بيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله هنقلد الشيخ بنا ترتيل وبيقرأ بأقراءات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا شيخنا الحصري. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله الشيخ عبد البسط عبد الصمد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. الشيخ محمد صديق المنشاوي له نبرة طبعا خاشعة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أستاذنا الكبير العملاق الشيخ مصطفى إسماعيل. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب 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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. أحسنت وأجملت وأبدعت. ربنا يوفقك ويكرمك ويجزيك كل خير يا رب. ده بالنسبة للتقليد. إنما النبرة الخاصة إن شاء الله هنسمع النبرة الخاصة بعد ما نرجع للشيخ أيمن. شيخ أيمن، عايزين نعرف إزاي بيكون حال الإنسان المسلم الهاجر للقرآن المعرض عنه. أنا عايز اللي بيسمعنا دلوقتي إيه رأيه بعد ما يسمع القرآن ده بالصوت ما شاء الله الجميل ده؟ بالله عليك مش حسيت براحه كده؟ حسيت باطمئنان؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. بعيد عن ذكر الله الشقاء، فان المعيشه الضنك. هو ده بقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. لا اله الا قال حسن البصري. الاعراض عن الذكر اي القران، ومنهم من قال الطاعات أو الصلاة أو العبادات.
فالقرآن من الذكر أيضا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا فين؟ في الدنيا. معيشة ضنكا، هم، تعب، شقاء، ابتلاءات، كروب، أوجاع، هو عايش في ضنك حتى لو معاه المال الكثير، حتى لو معاه الأولاد والعزوة والمنصب، لكن حياته ضنك، دايما مهموم، دايما تلاقيه عنده اكتئاب. فمن أعرض عن ومن أعرض عن ذكري، اسمع اسمع يا من تعرض عن ذكر الله، اسمع يا اللي هغر القرآن وحطه في النيش وحطه ما بتفتحوش إلا في من رمضان لرمضان، وفي ناس أصلا ما بتقرأش القرآن خالص. اسمع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، توعد الله له المعيشة الضنك لو كمان ده في الدنيا فقط، لا، ونحشره يوم القيامة أعمى، زي ما بقولك كده هيمشي على الصراط مش شايف، والكلاليب والخطاطيف، كلب ممكن يخدشك، خطاف ياخدك، بعيد عن القرآن هتضيع. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أتتك إيه؟ آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا إله إلا الله، زي ما أنت أعرضت عن آياتي ونسيتها، أعرض الله عنك، هتتنسي النهاردة يوم الحساب. يا شيخ أحمد، الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن القرآن دمار، والله هتعيش في ضنك. جرب كده، لو عندك هم اقرأ هتبص تلاقي الهم زال، عندك مصيبة اقرأ هتلاقي المصيبة ربنا سبحانه رفعها عنك، عندك دين اقرأ قرآن كده بنية سداد الدين هتبص تلاقي ربنا سد عنك الدين، عندك مشاكل في حياتك، عندك ابن عاق، عندك زوجة غير مطيعة، اقرأ القرآن هتبص تلاقي صدرك ينشرح في انشراح، ولو عصبي أو غضبان وقرأت قرآن هتلاقي نفسك هديت، ما هو ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت لو قلبك اطمئن هتهدى، أعصابك هتبقى هادية، لما تخرج تتعامل مع الناس أنت مشبع كل جوارحك بالقرآن، جوارحك كلها جميلة سهلة لينة، لأن للطاعة نورا على الوجه، يبقى شكلك كده حلو، وشك منور من القرآن، ونورا في القلب، ها قلبك ده جميل ومنور كده ومنشرح، ها وسعة في الرزق، الله ربنا بيوسع رزقك. ده القرآن من شغله ذكري، أي قراءة القرآن عن مساءلتي، حديث قدسي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. أنت واحد شغل نفسك بالقرآن والذكر والتعب، والله ربنا هيديك أكثر من اللي بيسأل، من اللي بيسأل، هو مش عامل أنت تسأل وتقول يا رب أي حتى أمر من الأمور الدنيوية، لكن قارئ القرآن والذاكر لله ربنا بيعطيه من غير ما يطلب، بيديله الدنيا من غير ما يطلبها. فهو هو ده القرآن، بيه هيظبط لك كل حياتك. هو النبي قال في الحديث ايه؟ من اراد الدنيا ما قالش عليه بالجري لجمع الاموال، ولكن قال ايه؟ انت عايز فلوس وعايز، قال لك اقرأ القرآن. من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الآخرة عايز جنة وعايز عليك بالقرآن. طب اللي عايز الدنيا والآخرة، عايز فلوس وعايز جنة في الآخر، القرآن. عليك بالقرآن. القرآن، الله، القرآن يا شيخ أحمد لو بعدنا عنه هنتعب، والله كل الشقاء وكل التعب وكل الحسرة وكل يعني كل الألم في بعدك عن القرآن. أنا عايز كل واحد يسأل نفسه دلوقتي، بالله عليك أنت كل يوم كده بتجمع أهل بيتك، بتجمع ولادك، وبتقعدوا كده تقرأوا مع بعض. تخيل أنت، شوف القعدة الجميلة دي، ان انت قاعد بتقرا وابنك ده بيقرا وده بيقرا وانت قاعد شيخ المقراه، انت اللي قاعد بتظبط، ولا انت اساسا ما تعرفش حاجه عن القران ولا الاحكام التلاوه، شكلك هيبقى ايه؟ طب بالله عليك زي ما بتصرف، سيبك يا عم انا ما بعرفش، وراجل مش ماليش في، مع ان كل مسلم مطالب ان هو يكون بيعرف يقرا ويتعلم القران، لان طلب العلم فريضه، اصل انا مخلوق عشان العباده. فانا القران ده منهج حياتي، لو انا بعدت عنه هضيع. فانت دلوقتي مفيش حجج، وقتك يا عم كتير ومشغول، انت بتصرف فلوس قد ايه في الدروس الخصوصيه، بتصرف قد ايه على المدارس وال يعني ملازم الحياه في الدراسه. طب بالله عليك عامل كده جزء بسيط كده
مبلغ كده بسيط ان في محفظ يحفظ ابنك اعمل له درس قران يا اخي حتى لو حصتين او في الاسبوع يا عم حصه في الاسبوع يا اخي اي حجه تعرف تحاج بها عند الله تقول له يا رب انا اهو يعني ده كان استطاعتي. انت كنت بتصرف فلوس قد ايه وبتعلم ولدك العمور الامور الدنيويه قد ايه كتير. طب دينك اللي هو المهم اللي هو الاساسي مش عيب ان اطلع طلع ابنك مهندس ضابط اي شيء مستشار دكتور مش حرام ده هو ديننا. لكن يبقى طبيب وعنده دين ملتزم طبيبه بيعرف يقرا قران مش طبيبه يخش يصلي بالناس مش عارف انا مش عارف حاجه بالقران مهندس وتلاقي عامل من العمال المفروض انت المهندس تبقى القدوه في كل شيء تبص تلاقي عامل بسيط هو اللي حافظ وهو اللي بيقرا ازاي. فانا لازم الزم حياتي بالقران. القران لو خليته على الهامش هضيع الحياه كلها تبقى هامشيه ضنك ضنك هتعيش في ضنك. فهي هو ده عايز تعيش حياه سعيده بالقران عايز تكون من السعداء في الدنيا والاخره او من اراد الدنيا فعليه بالقران. عايز دنيا اقرا انت بس واهتم بالقران. خلينا نختم مع الشيخ مؤمن نسمع منه حاجه كده سريعه في خلال دقيقه 60 ثانية نسمع من حضرتك حاجة بصوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. العظيم أحسنت وأجملت. في نهاية الحلقة عايز أقول للناس المشاهدين يا جماعة بالله عليكم اجعلوا لنفسكم دقيقة 10 دقائق يوميا 10 دقائق بس يوميا للقرآن 10 دقائق يوميا للتعلم الدين دوت هينفعكم دنيا وأخرى. يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مشايخنا الكرام اللي أجملوا وأبدعوا النهاردة. ربنا يجازيكم كل خير. معذرة الوقت خلص معاكم سريع جدا. إن شاء الله يكون لنا لقاءات متجددة كتير ربنا معانا إن شاء الله. يعني نختم الحلقة النهاردة ربنا يبارك فيكم ونرجو أن حضراتكم تتابعوا معانا على الشاشة في كل يوم سبت الساعة 8 صباحا على الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.